إنها أبشع جريمة الحرب في هذا التاريخ ترتكبها دولة الاحتلال والإرهاب، دولة المحارق، دولة المجازر، دولة التمييز والفصل العنصري. جئناكم من قلب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما، والجوع والفقر يفتك بالجسد الفلسطيني المدخن، المدخن بالجراح، بالمستشفيات التي تدمر، بالمساجد والكنائس التي تسوى بالأرض، والجامعات والمدارس التي تتطاير أشلاء في الهواء، والمخابز التي تقصف ويشمل خبزها على ما مدر بدم الأطفال الأبرياء، بالمزروعات التي تحرق والأشجار التي تقلع. يريدون قتل وقبر الحياة في كل مكان من أرضنا فلسطين. أيها الرفاق والرفيقات، منذ 7 أكتوبر هذا التاريخ المجيد لشعبنا وكفاحنا الفلسطيني وقطاع غزة كما تتابعون يتعرض لإبادة جماعية تحرق شعبنا صواريخ الإجرام والإرهاب الصهيوني الذي يحول غزة إلى محارق بشرية ويدعو لمسحها من الوجود هي وشعبها ومقاومتها، ويهدد بإعادة احتلالها. وبلغت الوقاحة ببعض قادة الفاشية والنازية في دولة الاحتلال أعلى ذروة الهستيريا الإرهابية بالدعوة لقصف غزة بالقنابل النووية، وكأنهم لم يفعلوا ذلك بعد أن قصفوها بما يعادل 3 قنابل نووية حتى الآن، لكنها صامدة في وجه هذا العدوان. هي غزة التي حلموا يوماً أن يبتلعها البحر، لحمها اليوم يتطاير بشظايا القذائف، قد يكسر عظامها، قد يزرعون الدبابات في أحشاء أطفالها ونسائها، لكنها لن تقول للاحتلال نعم، وستستمر في الانفجار. إنه أسلوب الحياة لفلسطين وغزة في إعلان جدارتها بالحياة. أما الضفة والقدس فقد حولها الاحتلال إلى محمية للاستيطان والصيد البشري، يقتل ويعدم ويعتقل كل ما ملكت أيديه، يصادر الأرض ويبني فوقها المستعمرات الاستيطانية، ويطرد أبناءها وينكل بالمعتقلين في تصرفات سادية فاشية لم تعهدها البشرية من قبل، وينتهك المقدسات الإسلامية والمسيحية صبح مساء، وخاصة المسجد الأقصى. فعن أي عصر نتحدث؟ وعن أي عدالة وديمقراطية وحقوق إنسان تسوق لها وتتشدق وتخادع العالم بها الولايات المتحدة الأمريكية التي تدير هذا العدوان وليست فقط شريكة بهذا العدوان، ومعها بعض الغرب الأوروبي الإمبريالي أي الذي يدعي الحضارة في عودة للاستعمار القديم بلغة الاستعمار الجديد الذي لا يقيم وزناً للإنسان ولا للإنسانية في بلادنا إلا بمقدار ما يخدم مصالحهم ونفوذهم الاستعماري. ما تقدمت هذه الدول الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة للشعب الفلسطيني خلال كل العقود والسنوات الماضية منذ اتفاق أوسلو البائس وحتى اليوم لم تقدم سوى التغطية للعدوان،
والقتل والحصار ونهب الأرض وتمويل الاستيطان وتهويل القدس والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية، كل ذلك وهي تغطي سياستها بوعود بائسة هابطة، تارة بالحكم الإداري الذاتي ثم الدولة ذات الحدود المؤقتة، وتارة بصفعة العصر التصفوية، وتارة بما يسمى حل الدولتين الذي لا أسس ولا مضمون له، وتارة بالحد الاقتصادي وتجاهل الحقوق الوطنية، وتارة أخرى بالبحث عن أفق سياسي لا حدود ولا سقف ولا نهاية له، وتارة بفرض الحقوق حلول الأمنية أو بحسم الصراع بالضم والتبعيد. واليوم يطل علينا الرئيس الأمريكي ببدعة شديدة اسمها المرحلة الانتقالية، تقودها قيادة فلسطينية متشددة تكون معنية بفرض الأمن والاستقرار خلال مرحلة انتقالية حسب تعبيره في المقال الذي نشرته قبل أيام صحيفة واشنطن بوست. هذا المسار الطويل من الخداع الذي مارسته كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة ومعها الدول الإمبريالية الغربية بات مكشوفا، ولم يعد بالإمكان لهم الترويج لهذه البضاعة الفاسدة، وعليهم أن يفهموا أن كل هذه الأوهام والمشاريع التي يحاول أن يزرعوها لتقطيع الوقت من أجل تمكين الاحتلال من فرض احتلاله ونهبه للأرض وتنفيذ مشروعه الاستعماري العنصري كلها سوف تنقلب عليهم. ونقول اليوم أن أي حل لا يوفر للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وفي الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بحدود الرابع من حزيران كخطوة مرحلية وبعاصمتها القدس، هذه الأوهام كلها ستبوء بالفشل وكلها ستواجه بالمقاومة والصمود والنضال والمواجهة. هذه الهدنة ما كانت لتحصل لولا مواقفكم أنتم أيها الشرفاء أيها الأوفياء أصحاب الضمير والصوت الفلسطيني الذي يسمع صداه في قلب خان يونس وفي قلب رفح وفي قلب جنين وفي قلب القدس وفي قلب كل الأرض الفلسطينية، يسمع صدى صوتكم في كل مكان. فكل التحية إلى أبناء هذه المدينة الباسلة، أخص بالذكر مدينة طنجة، هذه المدينة الباسلة المدينة الأصيلة التي يسمع صوتها في كل يوم وفي كل مساء، وهي تخرج بالتظاهرات وبالمسيرات تندد بالعدوان وتقول لا لهذا الإجرام، كما هي باقي المدن المغربية في الرباط وفي دار البيضاء وفي مكناس وفاس وكل أبناء شعبنا المغربي الذين نقدر لهم وقوفهم ودعمهم وإسنادهم لشعب فلسطين ولقضية فلسطين منذ عقود بل منذ النكبة الفلسطينية. هذا ما عهدناه بالمغرب، هذا ما عهدناه بشعبنا المغربي الشقيق. المعركة ما زالت طويلة مع الاحتلال.